بكم مع فيديو جديد. قبل ما ندخلوا في التفاصيل بغيت نعطي واحد التحيه خاصه لجميع المتتبعين والمتتبعات اللي كيشجعونا وكيدعمونا، وايضا كنشكركم بزاف على لي كومونتير الراقيه ديالكم اللي كتعطينا واحد الطاقه ايجابيه باش حنا نزيدوا لقدام ونزيدوا نجتهدوا اكثر باش نجيبوا لكم مواضيع في المستوى. اليوم ان شاء الله ايضا عندنا واحد المراجعه او بالاحرى مقارنه ديال جهازين من الفئه ديال فلاكشيب القاتل. خليكم معنا باش تشوفوا ان شاء الله المقارنه ديال هاد الوحشين اللي انا حاليا يعني فريمون حاليا حيره بيناتهم، يعني مازال ما عرفتش الا كان عندي لو شوا شنو غادي نختار. اذا الهاتفين فهو الهاتف الاول البوكوفون اف 2 برو من شركة شاومي، وهاتف ريلمي اكس 50 برو من شركة ريلمي. الو خليكم معنا باش تشوفوا التفاصيل. قبل كيف العادة كنطلب من الناس الجدد واللي مازال ما مشتركين معنا يشتركوا ويفعلوا خاصية الجرس، وايضا كنطلب من جميع المتتبعين والمتتبعات يزيدوا يدعمونا بلي لايك باش ان شاء الله تزيدوا تشجعونا، وايضا هاد لا فيديو توصل لاكبر عدد من الناس وتعم الفائده. اذا اول حاجه اللي غنبداو بها المقارنه ديالنا فهي التصميم. الو كيف كتشوفوا التصميمين يعني راقيين وخامات رفيعه جدا، وكيف كتشوفوا هنا يعني بجوجهم يعني في الظهر وفي الامام من الزجاج عليهم حمايه غوريلا غلاس من الجيل الخامس، وايضا بجوجهم يعني كاين اطار معدني من الالومنيوم. بالنسبه للالوان عندنا هاد اللونين المميزين في الريلمي اكس 50 برو اللي هو هاد البرونز النحاسي، وايضا كاين واحد اللون اخضر عشبي. وبالنسبه للالوان ديال البوكوفون اف 2 برو عندنا هاد الابيض اللامع والازرق اللامع. اذا التصميم فهو راقي جدا وانيق يعني لا نقاش فيه. نقدر انا نعطي لافونتاج للبوكوفون اف 2 برو، علاش؟ وهذه كتبقى مساله ادوار. انا راقني فريمون هاد يعني هاد التصميم المبتكر ديال هاد الكاميرات الرباعيه على شكل دائري، ولكن هذا ما كيمنعش ان ايضا كاينين يعني معجبين ديال هاد الكاميرا العموديه. اذا نجيو بالنسبه للشاشتين فهما بجوج يعني من نوع سوبر اموليد بدقه فول اتش دي بلس، وكيدعموا اتش دي ار 10 بلس، يعني راه شاشتين ممتازتين اللي كيعطوا واحد الاداء اللي ممتاز جدا على اعلى الاعدادات يعني جميع التطبيقات. وايضا يعني بالنسبه للحجم، الوغ الحجم ديال بوكوفون اف 2 برو فهو 6.67 بوس بالنسبه لحجم الشاشه، وبالنسبه للريلمي اكس 50 برو فهو 6.44 بوس. هنا نقدروا لكن لافونتاج ديال بالنسبه للريلمي اكس 50 برو كاين لافونتاج ديال تحديد 90 هرتز، تردد ديال 90 هرتز، ولكن بالنسبه للبوكوفون اف 2 برو كاين يعني الشاشه كامله، بحيث اننا هنا عندنا في الريلمي هاد الكاميرتين يعني ديال السيلفي اللي يقدروا نقولوا انهم كيديروا واحد النوع ديال الازعاج اثناء مشاهده الافلام او الفيديوهات بصفه عامه. نشوفوا الان يعني السرعه ديال البصمه. الو كيف كتشوفوا هنا بالنسبه للريلمي اكس 2 اكس 50 برو فهي ايضا يعني كتشوفوا السرعه ديالها، وهنا بالنسبه ديال بوكوفون اف 2 برو. الوغ بالنسبه للواجهه فريلمي جاب واجهه الريلمي يو اي 1، والواجهه ديال البوكوفون اف 2 برو فهو الميوي 11. بالنسبه للواجهه نقدر نقول انني كنفضل ديال الريلمي لانها كتعطي واحد الخفه وواحد السلاسه اكثر بالمقارنه ديال مع الواجهه ديال الميوي 11، ولكن هذا ما كيمنعش ان يعني ملي غيجي التحديد ديال الميوي 12 حتى هي غتكون واحد يعني واحد الواجهه اللي ممتازه.
إذن كيف كتشوفوا هذا من ناحية من الناحية ديال أداء الشاشة. وبالنسبة للمعالج، إذا الهاتفين فهما جاو بنفس المعالج اللي هو أقوى معالج حاليا، وهو سناب دراغون 865 بتكنولوجيا 7 نانومتر بلس، اللي كيعطي واحد الأداء ممتاز جدا، وأيضا يعني كيخدم أي لعبة في أعلى الإعدادات. إذا المعالج ما تلقاو معاه اي مشكل، فهو اقوى معالج موجود حاليا. بالنسبة للبطارية، البطارية نقدروا نعطو هي من ناحية القدرة، فديال البوكوفون اف دو برو كتجي ب 4700 ميلي امبير، وبالنسبة ديال الريلمي اكس 50 برو كتجي ب 4200 ميلي امبير، ولكن الشحن السريع ديال البوكوفون اف 2 برو كيجي ب 30 واط، يعني المدة ديال الشحن الكامل فهي ساعة واحدة، على خلاف ريلمي اللي كيجي ب 65 واط، يعني شحن سريع خرافي اللي غادي يشحن لك يعني بالكامل في نصف ساعة. والكاميرات، الوغ بالنسبه للان نرجعوا للكاميرات، الوغ بالنسبه للكاميرات فهم بجوجهم، يعني الكاميرات كيقدموا واحد الصور اللي ممتازه جدا لا نقاش فيها بجوجهم. الكاميرا الاساسيه كتاتي بدقه 64 ميجا بيكسل. بالنسبه للكاميرا سيلفي، الوغ بالنسبه للبوكوفون فعندنا كيف كتشوفوا هنا البوب اب اللي هي الكاميرا اللي كتخرج بطريقه ميكانيكيه، والدقه ديالها 20 ميجا بيكسل، ولكن بالنسبه لافونتاج نقدروا نعطوه للريلمي اكس 50 برو. علاش؟ حيت كيدعم اثنان ديال الكاميرا السيلفي، اللي الاولى كتجيب الاساسيه كتجيب دقه 32 ميجا بيكسل، وايضا عندنا كاميرا السيلفي عريضه اللي كتجيب دقه 8 ميجا بيكسل. بالنسبه للفيديو، اذا الفيديو فهو كيدعم التصوير الى غايه 8K 30 اطار الثانية بالنسبة للبوكوفون اف 2 برو، وايضا كيدعم 4K 60 اطار في الثانية. وبالنسبة للامامية فهي كتدعم الى غاية فول اتش دي 30 اطار في الثانية. بالنسبة للريلمي اكس 50 برو فهو كيدعم تصوير ايضا لغاية 4K وفول اتش دي، وبالنسبة للكاميرا الامامية فهي كدعم ايضا تصوير فول اتش دي. اذا الان واحد الملاحظة نشير لها، ان الهاتفين بجوج ما كيدعموش لا كارت ميموار الذاكرة الخارجية، يعني بالنسبة للناس لازم تختار النسخة المناسبة للاحتياجات ديالها والاستعمالات ديالها من اول مرة بغات تقتني فيه الهاتف. بالنسبة للنسخ والثمن ديال كل هاتف، انا حاليا غنتكلم فقط على النسخ والاثمنة ديال المغرب. بالنسبة للبوكوفون اف 2 برو، الو كاين النسخة ديال 6128 ب 5600، ما بين 5600 درهم و 5700 درهم، وكاين النسخة الثانية ديال 8256 ما بين 6700 و 6800 درهم. بالنسبة للريلمي اكس 50 برو، الو كاين النسخة الحالية الوحيدة المتواجدة في المغرب، فهي ديال 8256 اللي كتراوح ما بين 5600 و 5700 درهم. الوغ انا بالنسبة ليا ما كنبغيش يعني نختار دائما اي هاتفين، يعني كندير لهم مقارنة، ما كنبغيش نختار، ولكن نقدر انا بالنسبة للاحتياجات والاستعمالات ديالي الخاصة،
كل واحد يعني وشنو كيبغي في الهاتف، يعني كاين اللي كيفضل الكاميرات، كاين اللي كيفضل يعني الشاشه الى اخره. حنا بالنسبه للمعالج راه ما عندناش مشكل، نفسهم يعني عندهم نفس الاداء الممتاز جدا اللي لا نقاش فيه. انا نقدر بالنسبه كنعاودها بالنسبه للاستعمالات الشخصيه، وهذا ماشي راي يعني عام، نقدر ناخذ الريلمي اكس 50 برو. علاش؟ حيت انا دوك يعني داك ستوكاج بداك الثمن مناسب ليا والاحتياجات الخاصه ديالي. ولكن هذا ما كيمنعش ان البوكوفون اف 2 برو ايضا فهو هاتف رائع جدا، وخاصه انا اللي بهرني فيه فهو داك التصميم، يعني التصميم اللي جذاب جدا واللي ما كرهتش حتى هو يكون كان في داك في الهاتف الاخر. ولكن يعني كل واحد كيبقى داكشي مساله اذواق. وايضا ما كننساوش يعني العشاق ديال كل مارك، هذا ما كيمنعش ان اللي عاشق شي مارك راه كيبقى يعني كياخذ منها مهما كانت المواصفات والمميزات وايضا الثمن. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون راقكم، واي ملاحظه او استفسار او حاجه يعني بغيتوا تناقشوا فيها فقط خلوا لي في لي كومونتير. إذن أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.